قوة على الناس دي، يعني بدل ما تعمل تدين المدة يبقى نص المدة. انت عارف انا يعني انا كان همي كل الموضوع ده الناس الغالبة والناس اللي عليها شيكات والناس الغلابة اللي طلع دي من موقف طلع نتيجة تغيرات السوق وطلع معرفش ايه وطلع ايه. الناس اتحبست اوانطة، ناس محترمة، ناس كويسة، الناس دي اتحبست كلها محبوسين، هما دول اللي اتحبسوا. المجال ما مشيت في الشوارع بينهم الشوارع مطلق الصراحة، واللي اتحبس مين؟ المحترم الغلبان. حتى حضرتك اللي اتعصر اللي ما قدرش ناس غير ما في 2000 جنيه كانت حضرتك في سنه السنة او سنتين هم دول الحمد لله كانت حضرتك لما تيجي تحسبها سنتين هيبقوا حتى 4 شهور هي صعبه، بس هو اتحبس برضه. فانا شايف يعني يا جماعه ان احنا هو على مرحلتين تمام، مرحله اولى مرحله 1 و2 مرحله 3 حوالي 310 قطعة كل هنا 7 قطعة لسه 1 و2 ده حق انتفاع يزيد سنة سعر المتر مساحة القطع بتبدأ من 400 ل 2500 كيلو سعر المتر بنية تحتية مقابل بنية تحتية كهرباء وصرف ومية وطرق 330 جنيه للفدان للمتر. إيجار سنوي أول سنة معفية من يعني 110 جنيه بيزيد كل سنه 3%. اول سنه طبعا معفيه من الايه؟ من ال 3% دي من 10 من ال 110 المبلغ الكلي. يعني انا لو وصل للمستثمر ان هو يبني وما باخدش منه اي فلوس.